دار المقاول هي فكره جديده جينا بها اللي كتمزج بين الوكاله البنكيه اللي غتصبح وكاله الارشاد والتكوين واللي كتسمى دار المقاول ماشي وكاله عاديه، وبين واحد الموقع الكتروني اللي اسمه دار المقاول .com اللي فيه نفس الخدمات، يعني التكوين، الارشاد، لي فيديو، تيمونياج، لا فورماسيون، لي دوكيمون امبورتي، المعلومات على الادارات ايتترا. دونك هذا هو الفكره. الاهداف هو السند كما قلت لكم، ديك ليتيود اللي درنا مع المقاولات لقينا بان عندهم احساس بانهم معزولين عن الباقي، ما عطوش. المهم هذا هو الاحساس، بيرسيبسيون كنقولوا. اذا حنا ما بغيناش نحسوا، بقاو يحسوا راسهم معزولين. ملي عنده شي مشكل يقول تيه هذوك يقولنا دار المقاول غنمشي نشوف هاد هذا، سمعت بواحد الكريدي جديد، سمعت واحد الضمانه كتعطيها الدوله، بغيت ندخل ونسول شي مستشار دار المقاول يقول لي كيفاش. دونك هذاك يولي سند، ما بقيتيش معزول بوحدك كتبقى تسول في القهوي والناس كيقول لك هكا، شي كيقول لك هكا، شي كيقول لك هذاك الشيء راه ما كاينش منه. اذا عندك واحد الريفيرونس من كتعرف المعلومه الصحيحه، صغرى، لان هادو هما اللي عندهم المشاكل ديال المعلومه وديال الفورماسيون ديال المقاولات الصغيره جدا بالخصوص. Thank you.